لكن خلي بالكم احنا تعرضنا يعني لأزمتين. الأزمتين دول احنا ما كناش سبب فيهم خالص. يعني الأزمة كورونا اللي كان ليها تأثير كبير جدا على العالم احنا مش السبب فيها، وحتى الحرب الروسية وأثرها احنا برضو كمصر يعني ما خدناش قرار ورطنا فيه الدولة المصرية، وبالتالي انعكاس ده هو يعني القرار الصعب او القرار الخطير او اي اجراء في عدم رشد من الدولة هو تسبب فيما نحن فيه. احنا في أزمة صحيح، وانا بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح، احنا في أزمة صحيح، لكن هو تحدي من ضمن التحديات كتير اللي احنا قابلناها. هو احنا تحدي الإرهاب اللي احنا قابلناه خلال من 2011 و12 هو كان في ناس تقول يا ترى الموضوع ده هيخلص ولا مش هيخلص، موضوع الإرهاب ده هيخلص ولا لا، الاستنزاف بتاع مواطنين شباب مصر والحالة بتاعت عدم الاستقرار ديت هتنتهي امتى. وكنت انا اقول لكم ان شاء الله بجهد الناس وبدم المصريين هينتهي، والحمد لله رب العالمين. واحنا بنتكلم كده برضو في برنامج لتطوير كبير قوي لأهلينا في سيناء، لان ده برضو حق لهم، وانا بتكلم عشان برضو الرسالة توصل لهم. صحيح انا عايز اقول لكم على حاجة، بس يعني هنا في، بس انا مش هتكلم في موضوعات زي دي دلوقتي لغاية لما تخلص. هو الدلتا الجديدة بعيدة عن المحافظة هنا، الدلتا الجديدة اللي هي على في طريق الضبعة بعيدة عنكم؟ طيب ممكن تشغل ناس؟ اشغال مختلفة، تجارة تاخد منتجات زراعية منها تروح في اتجاه اشقائنا في ليبيا ممكن؟ طبعا. انا بس عايز اقول لكم ايه، لما تيجي تقول ايه هيبقى عندي جنب مني هنا على اطراف المحافظة او في عمقها في 2 مليون فدان شغالين، طب وتشكى وشرق وعنات بعيدة عنكم؟ لا. وفي حتة تانية بس انا مش هتكلم عليها لغاية لما نشوف اذا كان في فعلا ميه ليها ولا لا. يعني انا عارف، ما بنقولش الا ما بن يعني انا عارف.